قالوا لي بحكي انا سب علي بس اعطيني اسم واحد اعطيني اسم اعطيني اسم انا اللي كان يحكي عنه هو اهلا بكم مشاهدينا الكرام عبر وكالة جي ميديا بهذه النافذة من تيرا حيث ينظم اهالي الشهداء الفلسطينيين اوسع مشاركة ومسيرة للمطالبة باسترداد جثامين ابنائهم المحتجزة في ثلاجات الاحتلال او ما تعطي مقابر الارقام الاحتلالية. أعوام طويلة مرت على وجود الشهداء الفلسطينيين داخل هذه الثلاجات الاحتلالية. الأهالي حضروا من مختلف اللحظات الفلسطينية للمشاركة والمطالبة باسترداد جثامين أبنائهم من جنين ونابلس ورام الله والقدس والخليل وبيت لحم. جميع العائلات حاضرة في هذه المسيرة المركزية التي تنظم على دوار المنارة بمدينة رام الله، حيث يتبع الاحتلال سياسة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين بعد القيام باغتيالهم أو إطلاق النار عليهم مما يؤدي إلى استشهادهم واحتجاز جثامين هؤلاء الشهداء. عديد منهم مرت سنين طويلة ما يزيد عن 10 أعوام لهذه السياسة التي اتبعت بشكل مكثف مع أي شهيد فلسطيني يرتقي يقومون باحتجاز جثمانه. هنا العوائل الفلسطينية حاضرة بالمسيرة الأوسع وأيضا تزامنا مع إضراب الأسير المقدسي سامر العيساوي الذي خاض إحدى أطول إضرابات الفلسطينيين عن الطعام قبل عدة سنوات. أعاد الاحتلال اعتقاله تحت ذريعة الاعتقال الإداري في هذه اللحظات. الأسير العيساوي مضرب عن الطعام، فهذه وقفة للأسير سامر العيساوي والأسرى المضربين عن الطعام داخل سجون الاحتلال، وأيضا لمطالبة أهالي الشهداء باستعادة جثامين أبنائهم المحتجزة لدى ثلاجات الاحتلال. هل واجبي انا كوالد شهيد ان اذهب الى الامم المتحده؟ هذا ليس واجبي، انا والد شهيد، اريد ان احزن، اريد ان اشعر بالفقر، اريد ان اهتم ب هذه القضيه. Ha!
الجماهير نعلم بأن في ثورة حتى تحرير الأبطال الجسدين نتقدم بسم الله على عرش الخلق الله حقينا الآن إنسان نغير ومش رجعين اجرامك يا صهيون ابشع ما فيها الكون تأسر شهداء مجنون تشييع صهيون علينا الصوت اليوم والله منفوق النوم الا ننزع الهموم من قلب المحرومين على صيحات التكبير نعلم بدعنا فيه ثورة حتى تحرير الابطال الجسدين نتقدم صيحات التكبير نعلم بدعنا فيه ثورة حتى تحرير الأبطال الجسدين نتقدم بسم الله على عرض الخلق الله حقينا ما ننساه من غيره مش راجعين صيحات التكبير نعلم بدعنا فيه ثورة حتى تحرير الأبطال الجسدين نتقدم بسم الله على عرض الخلق الله حقينا ما ننساه من غيره مش راجعين على صيحات التكبير نعلم بدعنا فيه ثورة حتى تحرير الأبطال الجسدين نتقدم بسم الله صهيون الأجساد غصب عنك تنعاد بكرامة الاستشهاد والاستشهادي الله بيشهد علينا لنشيعهم بيدينا بين نور بعينينا يا الأرواح الغليل على صيحات التكبير نعلم بدعنا فيه ثورة حتى تحرير الأبطال الجسدين نتقدم بسم الله على عرض الخلق الله حقينا ما ننساه من غيره مش راجعين مالك يا عالم ساكت الشهداء ثابت وحنا عالحق الثابت عيون المشرق فلتت أبدنا يحرق والعالم ما بيتكلم صامت وحنا خيرين على صيحات التكبير نعلم بدعنا فيه ثورة حتى تحرير سنين. علينا الصوت اليوم والله منفوق النوم إلا ننزع الهموم من قومين على صيحات التكبير نعلم بدعنا فيه ثورة حتى تحرير
الله أكبر الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين يا أبناء شعبنا أيها الأحرار يا أهل الشهداء يا أهل فلسطين ها قد أتى ذوي الشهداء بوجع أم الشهيد التي تتمنى تضع قبلة على جبين ولدها وجع ممزوج من والد الشهيد الذي يتمنى أن يحضن جسد ولده وجع ممزوج بشوق من الأهل والأحبة إلى أبنائهم الشهداء جاءوا بصرخة ممزوجة بالحب والفخر والشوق لرؤيا أجساد أبنائهم صرخة ممزوجة بالتقدير والاحترام الأسير البطل المضرب عن الطعام لليوم 19 الأسير سامر العيساوي هذا الأسير البطل الذي ملأ نفسه شهامة
وعزا وفخرا ونخوة، يتضامن من سجنه مع ذوي الشهداء، في سجنه يخوض إضرابا عن الطعام مطالبا باسترداد جثامين أبناء شعبنا المحتجزة لدى الاحتلال. فهذا الموقف من الأسير سامر العيساوي الذي يخوض إضرابا عن الطعام، هذا موقف يبعث على الأمل بهذه الأمة أن هذه النوعية من أبناء شعبنا إذ يفتح جبهة زنزانته طالب باسترداد جثامين أبناء شعبنا المحتجزة لدى الاحتلال في ثلاجاته وفي مقابر الأرقام، وكذلك يطالب بالإفراج عن 10 جثامين من أسرانا الذين استشهدوا في سجون الاحتلال، ولا يزال الاحتلال يسرق جثامينهم ويكدسهم في ثلاجاته. أتت هذه الصرخة وأتى هذا الجمع من ذوي شهداء منهم جثامينهم، جاء بحرارة حتى يذيبوا ذلك الصقيع المتكدس والمتجمد على أجساد أبنائهم. يا للوعة أم الشهيد التي تشكو إلى رؤية محيا ولدها الشهيد. فهذه القضية أيها الكرام يجب أن تكون حاضرة، ويجب أن تكون موجودة في كل محفل، أن تكون موجودة على الطاولة. فهذه القضية نرى وننظر إليها بأنها لا تقل أهمية عن قضية الأسرى وقضية القدس والأقصى ومصادرة الأراضي. هذه قضية جعلها الاحتلال في قرار سياسي، فمن باب أولى على سلطتنا الفلسطينية أن تجعلها أيضا قرارا سياسيا، فتجعلها في المقدمة وتبذل ليس فقط قصارى جهدها، بل تبذل ما تملك من قوة لرجوع البسمة على محيا أم الشهيد وعلى محيا والد الشهيد وعلى أهله. هذه القضية قضية أيها الأحبة قضية كبيرة، ولا يذوقها ولا يعرفها إلا من ذاق لوعتها. فلا أقل من أن نقدم الغالي والنفيس لاسترداد جثامين أبنائنا. هؤلاء الأبطال الذين قدموا أرواحهم ودماءهم لعزتكم ولكرامتكم، ألا يليق بهم أن إلى دفء وحنان أرضهم؟ ألا يليق، ألا يستحق أن يصلى عليهم كما يصلى على من يموت من أموات المسلمين؟ ألا يستحق أن تخرج لهم جنازة تليق بهم وبتضحياتهم؟ فهذا الملف ملف احتجاز الأسرى، احتجاز جثامين شهدائنا، يجب أن يكون حاضر وأن يأخذ القضية الكبيرة. فإذا بقي شعبنا وأمتنا والعرب نائمون عن هذه القضية، فكأننا نعطي الضوء الأخضر للاحتلال بالإمعان
باحتجاز جثامين أبنائنا، والعدد يوم على يوم وبالأمس أضيف إلى قائمة الجثامين المحتجزة الشهيد البطل من بلدة حارس محمد صوف، إذ أصبح عدد شهداء شعبنا المحتجزون في ثلاجات الاحتلال 118 جثمان، وكذلك من أبناء شعبنا 253 جثمان يحتجزوا في مقابر الأرقام. ونحن أيها الكرام، أيها الأحبة، يا أحرار العالم، أتى إخوانكم هذا المكان، ماذا مطلبكم؟ مطلبنا نريد أولادنا، بدنا أولادنا ندفنهم في أرضنا، هذه الأرض التي عشقوها وهي أمهم وتعشقهم وتريد أن تعطيهم من حنانها. الجثامين ولا نعلم ماذا يفعل بهم، ماذا يسرق من أجسادهم، ماذا يسرق من أمعائهم، ماذا يسرق من جلودهم. فهذا انتهاك صارخ بحق الإنسانية. بالله عليكم، أين المؤسسات الرسمية والأهلية لما يحدث مع أبنائنا المحتجزين في ثلاجات الاحتلال وفي مقابر الأرقام؟ فهذا مطلبنا أيها الأحبة، أن قضية احتجاز الجثامين قضية رئيسية في حياة الشعب الفلسطيني، لا أقل من أن يكون هناك حملة تليق بتضحيات أبناء شعبنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرس الاحتجاز الاحتلال الى دفنه، ويخرج اجساد ابنائنا المحتجزون في مقابر الارقام الى ارضهم بصلاة جنازة تليق بهم وبدفنهم في ارضهم، وما ذلك على الله بعزيز، مع اننا ايها الاحبة في قرارة انفسنا نعلم علم اليقين ارواحهم هناك في الجنان يسرحون ويمرحون، ولكن يجب علينا أن نسقط هذا القرار، قرار الكيان الاحتلالي بحق أبنائنا، أن نستردهم من ثلاجات الاحتلال ومن مقابر الأرقام إلى دفء أرضهم وحنان أرضهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن أيها الأحبة، نتلو على مسامعكم بيان من ذوي الشهداء المحتجزة، جثامينهم تتلوها على مسامعكم الأخت الفاضلة فاطمة منصور، عن عوائل الشهداء المحتجزة جثامينهم، فلتتفضل على بركة الله. فيشي صوت. بسم الله الرحمن الرحيم. مع كل صرخة يطلقها أهالي الشهداء ولا تسمع، مع كل كلمة لا تقرأ، مع كل نداء لا يستجاب، مع كل دمعة أم لا تكفكف، تزداد طبقات الصقيع على الشهداء الذين ارتقوا وامتطوا النجوم ليصنعوا لكم حياة كريمة يسودها الأمان والإطمئنان. ويزداد عدد الشهداء الذين تشتاق الأرض إلى احتضان جثامينهم الطاهرة، يتكدسون فوق بعضهم البعض في ثلاجات مهترئة ضيقة شديدة البرودة،
شهداء وشهيدات، أطفال وشيوخ، دون أي اعتبار لأي كرامة وأي دين وأي عرف. كلما كتبنا ولم تقرأ كلماتنا يتعاظم حزننا ويكبر خوفنا من مصير أبنائنا، وتتكاثر الأسئلة التي توخذ ضمائرنا في الصحو والمنام دون أن تلقى أي إجابة شافية تعيننا على الصبر واحتمال الفقد الملتبس. هل أم شهداء؟ هل هم في مقابر الأرقام أم في الثلاجات؟ هل أجسادهم كاملة ما زالت أم خضعت لسرقة أعضاء أو تشويه؟ ما الذي تحدثه طبقات الصقيع المتراكمة على أجسادهم من قصير؟ تحت أي ظروف دفنوا في مقابر الأرقام؟ هل جرفت السيول رفاتهم؟ هل افترست الوحوش أجسادهم؟ متى تغلق القبور المفتوحة؟ متى تفرح بقبلة الوداع؟ عذراً أيها الناس، لا نقصد إثارة مشاعركم وأحزانكم، بل نقصد القول وبقوة إن صرخاتنا ما زالت لم تسمع، ونداءاتنا قوية ولم يستجب لها، وكلماتنا تكرر نفسها في كل مرة ولم تقرأ، وإذا قرأت لم تفهم، وأسئلتنا تتكاثر وتزداد وخزا وألما دون أي جواب، وقضيتنا تخصخصت وباتت القضية خاصة لعائلة الشهيد. وكما قلت، الأسرى أيضا بعائلاتهم وحسب، لا يضعفنا ذلك، لكنه يحزننا، لا يثنينا عن إصرارنا على مواصلة معركة الدفء، لكن يقلقنا الشعور يا وحدنا. عذرا أيها الناس، قضيتنا قضيتكم، معركتنا معركتكم، وجعنا وجعكم، أبناؤنا الأقمار أقماركم، ولا مكان خاصة في القضايا الوطنية، ولا فائدة من التفريق بين قضية وقضية، ولا بين وجع ووجع، ولا قوة لفئة تتوجع دون مشاركة الكل الوطني. هذا نداؤنا ليس الأول ولن يكون الأخير، هذا بياننا المقتضب والمختصر، هذه دعوتنا تلبية لنداء أطلقه الأسير الحر سامر العيساوي، الذي يخوض معركة الدفء للجثامين بأمعائه الخاوية. هذا إعلاننا للمرة تلو المرة، إننا لن نهدأ ولن نكل ولن نتوقف عن العمل من أجل إنجاز شعارنا الموجع، بدنا أولادنا. هذه دعوتنا لأن نصرخ معا في وجه كل من أهره إلى وجعنا محليا ودوليا، بأن نترك أبناءنا فريسة لصقيع الثلاجات ولمبضع سارق الأعضاء. هذه دعوتنا إلى العالم بأن يصحو من غفوته إلى ما يسببه الاحتلال بحق الإنسانية جمعاء. أما وقد خلى البيان الخطابية التقليدية ومن المطالب المتكررة، فإنه دعوة صريحة أن لا تكتفوا بقراءة النصوص، فهي لوحدها لا تجلب ما يكفي محيد الفعل والوجع. عائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم 16/11/22. احنا بدنا ولادنا، احنا بدنا ولادنا، احنا بدنا ولادنا، احنا بدنا ولادنا، ضحوا في بلادنا، ضحوا في بلادنا، ضحوا في بلادنا، ضحوا في بلادنا.
كريم سوري. Yeah.
خلوا الشهيد بدمه، خلوا الشهيد بدمه، خلوا الشهيد.
إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه مسيرة مركزة ضخمة لأهالي المحتجزة جثامينهم مطالبين بالإفراج عن أبنائهم من ثلاجات الأرقام في سجون الاحتلال. هنا حضر الأهالي من مدينة القدس ومن المحافظات الجنوبية والشمالية من الخليل وبيت لحم ونابلس وجنين بكلمة واحدة، مطالبين كافة الأفق الرسمية الفلسطينية بكافة المستويات بالتدخل لتفعيل هذه القضية للإفراج عن جثامين أبنائهم المحتجزة في ثلاجات الاحتلال. الجهود التي تبذل في سبيل إصدار قانون دولي يؤدي للإفراج عن جثامين الشهداء الفلسطينيين ليست موجودة كما يجب من قبل المستوى الرسمي الفلسطيني ممثلا بالسلطة الفلسطينية التي تمثل الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية. هذه الدولة الوحيدة، دولة الاحتلال، التي تقوم باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين. هناك جثامين أطفال فلسطينيين، هناك الطفل الذي كانت هنا والدته تحمل صورته، أصغر جثمان يحتجز ثلاجات الاحتلال. هذه كلمات وأصوات وعوائل الشهداء المحتجزة جثامينهم منذ سنوات طويلة في ثلاجات الاحتلال، مطالبين بأقل القليل بعد ما يفيد عن سلامة الجثامين المحتجزة أقل القليل، أو زيارتها أو إلقاء نظرة واحدة على هذه الجثامين للتأكد من عدم سرقة أعضاء بشرية ليتاجر بها الاحتلال الذي يمارس
هذه الممارسات الإجرامية بحق الفلسطينيين، هذه الممارسات التي تتسم بها السادية ومنظمات الإجرامية الدولية في العالم السفلي، دعنا نقول ذلك، من خلال الاتجار بأعضاء جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة لدى دولة الاحتلال. هذه الوقفة الكبيرة من قبل عوائل الشهداء الفلسطينيين كما تشاهد مشاهدينا الكرام من كافة محافظات الوطن، عوائل أسرى أيضا شاركوا بهذه المسيرة، هذه الدعوة التي دعا إليها الأسير المقدسي المضرب عن الطعام سامر العيساوي الذي خاض إحدى أطول الإضرابات عن الطعام داخل سجون الاحتلال ليعاد اعتقاله الآن في سجون الاحتلال. وجه رسالته إلى أبناء الشعب الفلسطيني بالتوجه إذا هذه المسيرة وصلت إلى نهايتها، لأن كلمات أهالي الشهداء ما زالت حتى هذه اللحظات مشاهدينا الكرام. خليش انتهاء الفصل.